ti vuoi girare là fuori. السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالاشغال اللي راهي قيد الانشاء على مستوى المدينه الجديده تاع سيدي عبد الله، وين فيه اشغال تاع ازدواجيه الطريق اللي يربط المدينه الجديده تاع سيدي عبد الله بطريق السيار تاع المطار تاع بن عكنون. وهنا رانا في موقع الاشغال تاع الازدواجيه تاع هذا الطريق. خليكم تتابعوا هذه الاشغال اللي كانت تكلمت عليها في فيديوهات سابقه، وكنت درت يعني الانطباع عن مدى ضروره هذا الطريق لتسهيل حركه المرور تاع الولوج الى المدينه الجديده. اذا الان الاشغال هذه راهي يعني على قدم وساق، وكذلك للعلم أن الطريق هذه تؤدي إلى المستشفى الحروق الكبيرة الذي تم افتتاحه في هذه السنة. إذن هذا الشيء جميل. نواصل يعني المضي في الطريق هذا إلى نهايته، وهنا نشوف المدينة تاع شراقة تظهر، وكذلك الأشغال هذه اللي أمر جيد جدا. والآن نقترب من مستشفى الحروق الكبيرة اللي راه افتتح هذه السنة. إذن هنا فيه محول على مستشفى، على مستوى المستشفى فيه محول كبير. هنا نشاهد المستشفى هذا، وسوف نوضح مليح الصورة تاع المستشفى هذا. هنا نشاهد المستشفى تاع الحروق الكبيرة الذي تم افتتاحه هذه السنة. إذن هذا هو، وفيه هنا محول كبير اللي يربط إذن طريق هذا، طريق الجديد هذا. ونلاحظ كذلك أنه فيه جزء من الطريق هذا تم انتهاء الأشغال فيه، وهو الجزء اللي يربط المستشفى تاع الطريق، المستشفى بالطريق السيار نتاع مطار هواري بومدين. إذا نروح نشوف الجزء هذا اللي انتهت الأشغال فيه، واللي قلنا يربط المستشفى بطريق السيار. إذا هنا لاحظ، هنا ندخلوا في الطريق الذي تم ازدواجيته هذه بعد ربما شهر بضعه اشهر. اذا هنا رانا في الجزء المنتهي الاشغال فيه. لاحظ انه فيه محول اخر كذلك. وهنا نوصلوا الى طريق السيار اذا نتاع الدار البيضاء، واللي سوف نعاودوا. اذا هنا مدخل تاع طريق السيار. اذا هذا هو الطريق الجديد المزدوج اللي يربط طريق السيار تاع المطار بالمستشفى الحروق هنا.
وكذلك المدينة الجديدة نتاع سيدي عبد الله. شيء جميل ومهم جدا نشوف هنا في الأشغال تاع الحواف تاع الطريق هذا، رغم أنه مفتوح للحركة لكن مازالت بعض الأشغال تاع الفينيسيا مازال لم تنتهي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. نشوفوا المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله انطلاقا من طريق الجديد، المدخل الجديد هذا اللي راه قيد الأشغال، وسوف نروح نشوف واش كاين جديد يعني في المدينة هذه، لأنه فيه عدة مشاريع راهي مبرمجة في المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. ومنها نشوف المشروع هنا على اليسار، كاين مشروع على اليسار، نروح نشوف واش فيه المشروع هذا.